نعم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم. بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية الكريمة وردت في سياق الحديث عن قصة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حصل أنه رجل اسمه طعمة ابن أبيرق كان من المسلمين، يعني من يظهر الإسلام، وبعدين كان عنده درع أو آلة حرب حطتها عند يهودي وأخذها منه، وبعد كده أنكر أنه هو أخذها، وبعدين اتهموا فيها اليهودي. فجاء قوم طعمة دول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له أنت دلوقتي هتحكم لليهودي على المسلم، وده هيخلي الإسلام يظهر في صورة سيئة، فخلينا نحكم للمسلم على اليهودي. طبعا دي كانت جرأة مذمومة جدا ان هم يروا امكانية محادثة النبي في مثل هذا، لانه هذا الامر لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم هنا طبعا الموقف الاسلامي وموقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اعلى مكانة الاسلام علوا عظيما، واظهر الاسلام في حقيقته بقى صحيح. انه الدين المنصف. نعم. بيقول لو المسلم أخطأ في حق غير المسلم يؤدب المسلم صحيح. وينصف غير المسلم طالما معه الحق، ولا إشكالية أبدا، ولا ده ينقص من الإسلام، ده بالعكس ده يضيف صحيح. يضيف لعدالة الإسلام صحيح. إنه الإسلام يطبق أول ما يطبق على أبنائه، لأنه مش عايز مسلم باللسان والأفعال لا تتوافق مع الإسلام. لذلك احنا في عصرنا نجد حال المسلمين متأخر عن غير المسلمين، ليس لفشل الإسلام إنما غير المسلمين طبقوا الإسلام. فلذلك دايما نعبر ونقول نجح الإسلام وإن فشل المسلمون. صحيح. نجح صحيح. الإسلام نعم. نجح منهج الإسلام نعم. والله متم نوره، تم نوره بأنه منهجه مبادئه هي السائدة نعم. أو اللي فيها إصلاح للمجتمعات. طعمة طبعا أنكر المسألة ديت واتهم اليهودي، فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات اللي بتتكلم عن القضية، منها بقى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. الظلم هو إيه؟ نعم. ظلم النفس. الظلم في اللغة نعم. معناه النقص. يبقى الظلم معناه النقص نعم. ومنها في القرآن الكريم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تلك كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، يعني لم تنقص من الثمار شيئا. يبقى الظلم معناه النقص. ظلم النفس يبقى نقص النفس شيء من حقوقها. إيه حق نفسي علي؟ أول حق لنفسي علي أن أنجيها من عذاب الله. ده أول حق صحيح. فإذا أشركت بالله فقد نقصتها حقها، لأن أنا هوديها في داهية، وديها النار صحيح. لذلك سمى القرآن الشركة ظلما عظيم. إن الشركة لظلم، ومش ظلم عادي، ظلم عظيم. ظلم لمين؟ ليس لله، إنما ظلم لنفسي. نعم. أنا ظلمت نفسي لما أشركت بربي فأوديتها النار. فمن هنا كانت كل معصية ظلما للنفس. بس إحنا عندنا هنا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. يبقى عطف بأو، والعطف يقتضي المغايرة. نعم. يبقى ظلم النفس هنا أراد به شيئا غير عمل السوء. الله. نعم. طالما في عطف. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان نعم. غير العمل. العمل. نعم. ضرورة العمل يزيد الإيمان لا شك. نعم. نعم. لكن هو غير العمل. نعم. صحيح. يبقى عمل السوء غير ظلم النفس. لذلك العلماء وقفوا، فبعضهم قال عمل السوء هو المعاصي وظلم النفس هو الشرك. وبعضهم قال لا، عمل السوء هو الذنب الذي يتعلق بالآخرين بالناس. نعم. وظلم النفس العمل الذي يتعلق بي أنا، يعني لما أعصي ربنا معصية سرقة، معصية ضرب، إيذاء، قتل، يبقى ده اسمه عمل سوء. نعم. لما أعصي ربنا وأترك الصلاة، لما أعصي ربنا وما صومش، لما يبقى ده اسمه ظلم الإيه؟ للنفس. يبقى ومن يعمل سوءا يعني من يعتدي على غيره، من يعصي الله معصية تؤثر على غيره، أو يظلم نفسه يعني يعمل معصية تؤثر عليه هو، أو من يعمل سوءا يعني يعمل سيئا غير الشرك، أو يظلم نفسه بالشرك، أو من يعمل سوءا من الصغائر من الكبائر، أو يظلم نفسه بالصغائر ثم يستغفر الله. يبقى الآية بتلمح لينا إنه المعصية ضررها لن يقع على الله سبحانه وتعالى، حاشا سبحانه وتعالى، إنما ضررها يقع على مين؟ على الإنسان. على الإنسان نعم. وما ظلمونا
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي برضه على ظلم النفس. يبقى المعصية ظلم. ظلم لمين؟ يعني لما لا تعبد الله، هذا الإنسان الكافر لا يعبد الله سبحانه وتعالى، هل ظلم الله؟ حاشاه لا أبدا. هو الظلم معناه بقى في العموم بعيدا عن مسألة النقص، منع أحد حقه أو إعطاء الحق لغير مستحق. لما أمنع واحد حقه أبقى ظلمته. صحيح. لما أدي الحق لغيره لغير مستحقه يبقى ده كمان ظلم. ظلم نعم. لما يصرف الكافر العبادة عن الله ويصرفها لغير مستحقها في الصورة الظاهرية دي ظلم، ظلم نفسه. نعم. لكن الواقع عليه الظلم ليس الله. صحيح. لأنه لا يتأثر بعبادتنا أو بتركنا للعبادة. يبقى الظلم يقع على مين؟ على النفس. على النفس.